بسم الله الرحمن الرحيم. اخوكم نور الحق من معرض غصن الزيتون. النهارده هنقدم لكم عربيه سوزوكي فان موديل 2012 فابريكا بره وجوه. العربيه ما فيهاش جرام بوهيه واحد من الاكسدام للاكسدام. ادي الصدر بتاع العربيه ده ما حضراتكم شايفين كده سليم الحمد لله ما فيش اي حاجه. القايم اليمين وبالمضرب بتاعه مين اربع فلات كاوتش بحالة الزيرو نو ترات. العربية زي ما حضراتكم شايفين كده سليمة. الشنطة بتاع العربية سليمة بالاكسدام بتاعها. جنب الشمال برضو الحمد لله سليم بالمضرب بتاعه. القايم الشمال بتاع السواق سليم بالمضرب بتاعه بالدونب. نبص بقى على العربية من جوه. دواسة فرنساوي للأرضية حالة كويسة. كسوة جلد للكراسي. فرش في السقف والجناب زي ما حضراتكم شايفين كده. عربية سليمة بمعنى كلمة سليمة يعني. العداد بتاعها عامل 43,000 كيلومتر من الزيرو باسم 1.6. عربية الله أكبر عليها. دوران الخارجي من بره. حالة نادرة انك انت تلاقي عربية 2012 بالحالة دي. الله يبارك لصاحبها والله يبارك لصاحب النصيب ان شاء الله. العربية دي سعرها مفاجأة ان شاء الله. هنقول سعرها لأول واحد يتصل بينا بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.